بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ ان شاء الله محاضرة جديدة من محاضرات الفيلم ريدنج سيشن. حقيقة المحاضرة دي هنتكلم فيها عن بعض الحالات المهمة جدا والانترستنج جدا. يا ريت بس نركز وزي ما اتفقنا، يعني احنا بنعمل المحاضرة دي على قد ما بنقدر، واللي انا بحاول اخليها على قد ما اقدر كل اسبوع، وان شاء الله هتبقى هسجلها مره بالعربي ومره بالانجليزي عشان الاستفاده تعم يعني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاله دي عندي ولد عنده 4 سنين جاي يعمل ام ار اي برين. خلاص، ده التي تو بتاعه وده الفلير ايمجز، حطهم قصاد بعض زي ما احنا شايفين. ايه الملاحظ يا جماعة في الحالة دي؟ الملاحظ هو الليجنز اللي موجودة sub ابندايمال ان لوكيشنز، multiple ليجنز ار سين sub ابندايمال ان لوكيشن زي ما احنا شايفين كده، نودولار ليجن موجودين sub ابندايمال ان لوكيشن. الحقيقة الليجنز دولت اول ما بنشوفهم الحقيقة الديفرنشال دايجنوز بيكون قليل قوي، وبيساعدنا جدا 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 على الوصول للدايجنوزز. الديفرنشال دايجنوز للساب ابندايمال نودولار ليجنز بالشكل ده يا جماعه حاجه من اتنين، يا اما يكون تيوبرس سكلروزس نودولز تيوبرز، يعني ساب ابندايمال تيوبرز بتاع تيوبرس سكلروزس، او ان هو يكون الجري ماتر هيتيروتوبي. طيب، واتفقنا ان احنا ازاي نفرق ما بين الاتنين نودولز دولت، والتفرقه لحد ما بتكون سهله، وهو اول حاجه انك تقارن السيجنال بتاعت النودولز دي ان ريليشن للجري ماتر. المفروض في الجري ماتر هيتيروتوبيا بتبقى السيجنالز بتاعت الجري ماتر او النودولز دي بتبقى شبه الجري او الكورتيكال جري ماتر، لان في الاخر هي عباره عن هيتيروتوبيا، يعني حتت من الجري ماتر ان ابنورمال، ايه ان ابنورمال لوكيشن. وبالتالي لو لقينا ان السيجنال بتاعت النيديول ان ريليشن للكورتكس بتبقى سيميلر تو ايتش اذر، ده الاقرب ان هو يكون جري ماتر هيتيروتوبي. طيب، في الحاله دي زي ما احنا شايفين ده السيجنالز مختلفه عن الكورتكس، النيديولز دي مختلفه عن الكورتكس. والحقيقه الاحسن هو ان احنا نشوفها في التي 1. التي 1 دايما بيبقى بيبين النيديولز كويس، وان ريليشن للسيجنال بتاعتها ان ريليشن للكورتيكال جري ماتر زي ما احنا شايفين النيديولز مختلفه، السيجنال بتاعتها مختلفه عن الجري ماتر، they are higher signal in T1 in relation للكورتكس ولور in T2 in relation للكورتكس. وبالتالي ده ما يتماشاش مع ان هي تكون جري ماتر هيتيروتوبيا، دي اقرب ان هي تكون تيوبرس سكلروز. تاني حاجه اتفقنا عليها هو الاورينتيشنز بتاعت النيديول ان ريليشن للفنتريكولار اوت لاين. لو لقينا النيديول بيربنديكولار زي في الحاله دي على الفنتريكولار اوت لاين، ده اقرب ان هو يكون نيديول بتاع تيوبرس سكلروزس، they are perpendicular to the ventricular outline. اما النيديولز بتاعت الجري ماتر هيتيروتوبيا دايما بتبقى بارلل للفنتريكولار اوت لاين، دايما بتلاقيها ماشيه مع الايه الوول بتاع الايه بتاع الفنتريكل. فباين جدا ان النيديولز دولت يا جماعه ان هم they are nodules بتاع tuberous sclerosis مش nodules بتاعت gray matter heterotopy. طيب، دي أول حاجة باينة في الحالة دي. الحقيقة في النيديولز بتاعت الجري في بتاع tuberous sclerosis كنا قلنا إن إحنا بنقلق إن في نيديولز ممكن منها تقلب بنيوبلاستيك، يحصلات نيوبلاستيك ترانسفورميشن للحاجة اللي بيسموها sub ابندايمال جاينت سيل استروسيتوم. واتفقنا ان هو في حاجتين بنعتمد عليهم عشان نعرف ان النيديولز دي suspicious، منها الفولو اب، اللي هو لو لقينا النيديولز دي في الفولو اب بتزيد في السايز فده حاجه تقلق جدا. بس الحاله دي ما عندناش افلام قديمه عشان اقدر احلف اذا كانت دي فيها حاجات suspicious ولا لا. دي اول حاجه. تاني حاجه هو السايز بتاع النيديول، لو لقينا ان في سايز بتاع النيديولز زاد عن 1.3 سم، ده مع ان هو يكون this very suspicious لmalignant transformation او neoplastic transformation. الليجن ده اللي هو نيديولز الموجوده في الليفت بوستيريور لاترال وول ده لاترال فنتريكل ده،
الحقيقة حجمه كبير شوية، والماي ميجرينج حوالي 1.4 سنتي، وبالتالي ده سسبيشس ان هو يكون سب ايبن دايمن جاينت سيل استروسايتوما. انا عارف ان اللوكيشن مش تيبيكال لسب ايبن دايمن جاينت سيل استروسايتوما اللي دايما بيبقى موجود في ناحيه الفورامين اوف مونرو، ولكن السايز بتاعه از فيري سسبيشس، ولازم نقول ان الانكريز سايز اوف ذات نودولار ليجنز may raise the possibility بتاعه الايه بتاعه السب ايبن دايمن جاينت سيل استروسايتوما. طيب تاني حاجة واضحة في الفحص ده يا جماعة ولازم نبقى واخدين بالنا منها، هو وجود these lesions اللي هم موجودين subcortical in location. الليجنز اللي موجودين subcortical in location اللي هي high signal in T2 and flare images زي ما احنا شايفين، these lesions subcortical lesions، خلي بالكوا دي حاجة في غاية الأهمية، they are considered subcortical tubers. التيوبرز بتاعت التيوبرز سكلروز ليهم مكانين مشهورين، ليه مكان موجود سب ايبن دايمن اللوكيشن، وليه مكان تاني مشهور بيجي تحت الكورتكس مباشرة. والحقيقة في الحالة دي في حاجة في ساين في غاية الوضوح وغاية الأهمية، والحقيقة كاركترستيك جدا للنيديولز اللي بتيجي سب كورتيكال ان لوكيشن، وهي ان هي لو بصينا هنا ان هي دايما بتعمل اكسبانشن للاوفرلاينج كورتكس، تلاقي الكورتكس اللي عليها از اكسباندد مفرودة. والساين دي لما بنشوفها دايما دايما بنعرف ان النيديولز دي بتاعت التيوبرس سكلروز، ان تلاقي في سب كورتيكال ليجنز وعامل ستريتشنج للاوفرلاين كورتكس بالمنظر ده از فيري كاركترستيك للسب كورتيكال ايه للسب كورتيكال ايه للسب كورتيكال تيوبر بتاعت الايه بتاعت تيوبرس ايه بتاعت تيوبرس سكلروز. وبالتالي العيان ده عنده النوعين من ال تيوب النيديولز بتاع او تيوبرز بتاعت تيوبرس سكلروز، عنده المميزه بتاعت السب ايبن دايمال وعنده السب كورتيكال ايه سب كورتيكال، يبقى عنده تيوبرس سكلروز سب ايبن دايمال اند سب كورتيكال ايه سب كورتيكال تيوبرز بالكلاسيك ساينز بتاعتها بالبربنديكولار اورينتيشن على الفنتريكولار اوت لاين، بالسيجنال المختلفه عن جري ماتر، بالسب كورتيكال تيوبرز اللي عامله ستريتشنج للاوفرلاين كورتكس الفيري كاركترستيك ايه فيري كاركترستيك ساين. فدي حاله تيوبرس سكلروزز فيها السب كورتيكال والسب ايبن دايمال ريديولز. تاني حاله ويا ريت نركز الحاله دي، حاله مهمه جدا يا جماعه، ده ولد عنده 17 سنه جاي يعمل ام ار اي برين، ده التي 2 وده الفلير بتاع العيان، طيب هو في ايه في الفحص ده؟ طبعا هو ملاحظ ان في فنتريكولار اوت دايلاتيشن، الفنتريكولار دايلاتيشن ده اوت بروبورشنت الاكسترا اكزيال سي اس اف سبيسز، ده معناه ان في هيدروكيفاليك تشينجز، وده انا هتكلم عليه النقطة دي بتاعت الهيدروكيفاليك تشينج دي هتكلم عليها في آخر الحالة. بس في حاجة تانية مهمة واحنا بنعمل او بنحمل او بنعمل اكزامينيشن للبوستير فصة، ان احنا لقينا ايه يا جماعة؟ لقينا في بايلاترال زي ما احنا شايفين في بايلاترال سيربيلو بونتاين انجل ايه سيربيلو بونتاين انجل ليجن. طيب الليجنز دولت لو بصينا كويس عليهم هنلاقي ان الليجن دولت بعد الصبغه، هو العيان اتحقن صبغه، هنلاقي ان الليجنز دولت زي ما احنا شايفين they are واخدين homogeneous rather homogeneous enhancement، وموجودين وليهم الكاركترستيك انترا كناليكولار اكستنشن بالمنظر بتاع الايس كريم كون ابيرنس، المنظر التيبيكال للايه للسيربيلو بونتاين انجل شوانوما او نيرف شيث تيومز. الحقيقه طبعا من وابسنس للديورال تيل، ده مش انا مش من انجوما، بالمنظر الكلاسيكي بتاع الايه شوانوما. وزي ما اتفقنا وقلنا اكتر من مره انك لما تلاقي في بايلاترا سيربيرو مونتاين انجل شوانوما، this is equal لنيورو فايبروماتوزس تايب 2.
وان عيانين بتوع نيوروفايبروماتوز يبقى دي حاله نيوروفايبروماتوز تايب 2. ما دام لقيت في بايلاترال سيربيلو بنتاين انجل شوانوما وشخصت ان ديس ار بايلاترال سيربيلو بنتاين انجل شوانوما، يبقى ده معناه ان ديس از ا نيوروفايبروماتوز تايب 2. لو بصينا كده هنلاقي فعلا منظر زي ما قلت لكم الكلاسيكي بتاع الانتراكاناليكولار اكستنشن بتاع الشوانوما بالايس كريم كون ابيرنس بالابسنس للديورال تيل، ده فيري كاركترستيك للشوانوما. و بايلاترال يبقى دي ار نيوروفايبروماتوزس تايب 2. طيب في العيانين بتوع نيوروفايبروماتوزس تايب 2 المطلوب مني ان انا لازم ادور على بقيه الاستجما بتاعه الايه بتاعه النيوروفايبروماتوزس تايب 2. احنا اتفقنا عيانين بتوع نيوروفايبروماتوزس تايب 2 بيبقى عنده مالتيبل شوانومز، بيبقى عنده مالتيبل مينجوما، ولو عامل ايه سباينال سباين لازم ابص على الابندايموما والشوانوما في النير روت زي ما كنا اتكلمنا قبل كده. خلاص فانا لازم افر البرين كويس وبقيه البرين ان انا ادور على الاذر مينينجومز. لو بصينا هنا ان انا ابص كويس على اذا كان في عنده مينينجوما في اي حته تانية، او ان انا ادور، هو الحقيقه مفيش مننجيومز في حته تانية، ان انا ادور على اذر شوانومز. ودي حاجه مهمه جدا يا جماعه انك تدور على شوانوما موجودين في حته تانية، لان النيوروفيبتوز تايب 2 هو مالتيبل شوانوم، مش لازم يبقى بس يا جماعه هو اشهر، صح اشهر واحد هو سيربيلو بنتاين انجل اللي هو 7 و8 كرينيال نيرف، ولكن في كرينيا نيرف تانيين مهمين لازم تبص عليهم. منهم ايه يا جماعه؟ 9 و10 و11 كرينيا نيرف اللي بيمشوا في الجاجر فوسا، والهايبوجلوسال نيرف اللي هو ال 12 اللي بيمشي في الهايبوجلوسال كانال. وكمان ما ننساش تراجمينال نيرف يا جماعه، دولت الكرينيا نيرف المشهورين اللي لازم تبص عليهم كويس في العيانين بتوع النيوروفايبروماتوز تايب 2 عشان تكسكلود اذر شوانومز. الحاله دي يا جماعه انا جايبها عشان خاطر هي الكلاسيك ابييرنس بتاع البايلاترال شوانوما. تاني حاجه يا جماعه ان احنا ندور على اذر كرينيال نيرف شوانوم. لو بصينا ونزلنا شويه تحت يا جماعه هنلاقي ان في ليجن تاني اهو، شايفين الليجن ده؟ لو بصيتكم كده على الليجن ده في انذر ليجنز موجود. الحقيقه هو باين اكتر في التي 2 الدرايف بتاع تي 2 اللي هو بتاع سيربيلو بنتاين انجل. لو بصينا هنا هنلاقي ده الليجنز اللي هو بتاع الايس كريم كون ده اللي هو موجود اللي داخل جوه الانتراكانريك اللي هو بتاع 7 و8 كرين نيرف شوانوما، ولكن في ليجن تحتيه. لو بصينا هنا، لو متاسف لو نزلنا لتحت هنلاقي في واحد تاني موجود اهو، في واحد تاني موجود، خلي بالكو في واحد تاني موجود الاكستنشن بتاعه هو داخل اهو، داخل جوه ايه بقى هنا يا جماعه؟ ده داخل جوه الجاجلر فوس. خلي بالكو الحقيقه انا قلت لكم قبل كده ازاي بعرف الجاجلر فوسه في الام ار اي. لو احنا بصينا هنا بصوا ده الكرونال ايمجز بتاعتنا، في ليجن موجود فوق اهو، ده ليجن اللي داخل جوه الانترا انترنال ديتري ميتاس ده بتاع السيربيلو بونتاين انجل ليجن، وفي ليجن تاني تحته. لو بصينا هنا هنلاقي ان في ليجن تاني موجود اهو خلاص، وممتد جوه الجاجلر ايه جاجل جوه الجاجلر فوس. لو كنتوا فاكرين يا جماعه المنظر بتاع الايجلز الهيد اللي هي الراس بتاعه النسر دي بتاع الاوكسيبيتال كوندايل، لو قلت لكم ان تحت الراس بتاعه الهيد بتاعه الايجلز ده او ده راس الايجلز يا جماعه، تحتيه الفورامين دي بتاعه الهايبوجلوسال كانال، فوقيه يا جماعه دي الايه جاجلر ايه جاجلر فوس. فالليجن ده في عنده العيان ده عنده ليجن موجود فين؟ في الجاجلر فوس. وايه اللي بيعدي في الجاجلر فوس يا جماعه؟ يبقى دي الجاجلر فوس، الهايبوجلوسال كانال بتبقى لور اهي، ده الهايبوجلوسال كانال خلاص، وده جاجلر ايه جاجلر فوس، وفوق كمان في هنا الايه انترنال ايتري ايه انترنال ايتري ميدز. ده 7 و8 اللي بيعدي في الجاجلر فوس يا جماعه 9 و10 و11، 9 اللي هو الجلوسوفارينجيال، 10 اللي هو الفيجاس، والايه ال 11 اللي هو عباره عن الايه الاكسسوري. فانا عندي عندي ليجن موجود along the 9th و 10th و 11th cranial nerve موجود في الناحيه الشمال واكستندنج along the jugular fossa، وسيميلر للايه يا جماعه للليجنز اللي موجود في السيرفيل بونتاين انجل. فدي شوانوما تانية موجوده في along the 9 و 10 و 11. طبعا مش لازم اقول هم طالعه من اي كرينيال نيرف، في الحاله دي انا مش هعرف اقول هم اي طالعه من اي كرينيال نيرف، ولكن اقول ان في شوانوما موجوده في الليفت jugular fossa ولايكلي along the presumed course بتاع 9 و 10 و 11 كرينيال نيرف، ودي لايكلي ان هي شوانوما طالعه من الايه من الواحد من النيرفات دي. طيب
ابص على ايه كمان؟ قلت لكم بص على الجاجلر فوق الهايبوجلوسال كانال، عشان ده مهمه، ده ان ده اللي بيطلع فيها الهايبوجلوسال نيرف، خلاص اللي هو على الناحيتين هنا مفهومش حاجه. وكمان ما ننساش جدا يا جماعه ان انا ابص على الباراسيلر ريجون، الباراسيلر ريجون عشان ايه يا جماعه؟ عشان الترايجمينال نيرف. لو بصينا هنا ولاحظنا هنلاقي ان في هنا سمول ليجن، شايفين السمول ليجن ده يا جماعه اللي موجود في الليفت باراسيلر ريجون. لو جينا هنا هو للاسف هنا الكرونر مش مقطع عليه، بس انا لو جبت لكم هنا مثلا السجتال هنلاقي اهو، هنلاقي ان في ليجن موجود، الليجن اللي موجود ده يا جماعه موجود في المنطقه بتاعه الميكلز كيف اللي موجوده في الليفت ايه الليفت باراس ليفت باراسيلر ريجون كده، في المنطقه بتاعت الميكلز كيف اللي منطقه بتاعت تراجمنال جانجلي وبرانشات تراجمنال نيرف، خلاص برضو انهانسنج ليجن زي ما احنا شايفين سيميلر ليجنز ثانيه. فدي في الاغلب ان دي برضو شوانومه صغيره موجوده في، لو بصيتكم هنا على التي 2 ده ممكن يبقى باين فيها، بصوا اهو شايفين ده الميكلز كيف، في هنا ليجن صغير اهو، الليجن الصغير ده الانهانسنج ده هو ده اللي واخد صبغه هنا، دي هو ده انذر سمولر شوانوما. طبعا انت لو مش حاطط في دماغك انك تدور على الاذر كرينيال نيرف بتاعت الـ عشان تكسكلود اذر شوانومز، طبعا الليجن ده صغير جدا فسهل جدا ان هو ايه يمس. يبقى الحاله دي المميز اللي فيها ان دي نيوروفايبروماتوزس وذ مالتيبل شوانومز انفولفينج سيربيلوبونتاين انج او 7th اند 8th كرينيال نيرف بايلاترالي، وانفولفينج 9 و10 و11 كرينيال نيرف على الناحيه الشمال، وكمان سمول ليجن موجود في الليفت تراجمنال الونج ذا ليفت تراجمنال ايه ليفت تراجمنال نيرف وتراجمنال جانجليا والبرانشات بتاعت تراجمنال ايه تراجمنال نيرف. طيب تاني نقطة بقى في الحالة دي، الحقيقة الحالة دي فيها أكتر من حاجة غير ال 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 الشوانومز أو مالتيبل شوانومز اللي موجودين، وهو اللي قلت لكم عليه هو الهيدروكيفاليك تشينجز. الحقيقة العيان ده زي ما اتفقنا إن هو عنده هيدروكيفاليك تشينجز موجودة، عشان لو بصينا هنا ان في هيدروكيفاليك محتاج ان انا احدد الليفل بتاعها، فبصيت ان ده في الفي دايليتيشن لاترال فينتكل، ننزل لتحت هلاقي ان الثيرد فينتكل برضو ستيل دايليتد، يبقى انا مع لو في اوبستراكشن هيبقى الاوبستراكشن لسه تحت. خلاص هنبص على الفورث فينتكل هنلاقي ان الفورث فينتكل ده برضو ستيل دايليتد، يبقى انا بتكلم على ان مفيش اوبستراكشن واضح لان الفورث فينتكل از ستيل دايليتد، وبالتالي مفيش ساينز بتاعت اوبستراكتيف هيدروكافلس، يبقى ذيس از الاقرب ان هو يكون ايه يا جماعه ان هو يكون communicating type of a of hydrocephalic changes، وده المطلوب. بص الفورث فينتكل از سلايتلي ايه از سلايتلي دايليتد، وبالتالي العيان ده عنده سوبرا وانفرا تنتوريال مايلد هيدروكيفاليك تشينجز، خلاص without سايت without سايت اوف obstruction، يبقى ده اقرب ان هو يكون ايه يا جماعه؟ اقرب ان هو يكون كوميونيكيتنج ايه؟ كوميونيكيتنج هيدروكيفاليس. تالت حاجه مميزه في الحاله دي يا جماعه، او تالت نقطه مميزه في الحاله دي، وهو الابسنس بتاع السبتم بلاست. لو بصينا هنلاقي ان المميز هنا ان العيان ده عنده ابسنس لسيبتم بلوستم، والحقيقه العيانين اللي بيبقى عندهم ابسنت لسيبتم بلوستم لازم 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 تبص على حاجه مهمه جدا. اول حاجه العيانين بتوع الابسنت بتاع سيبتم بلوستم ممكن يبقوا ايزوليتد ما عندهمش غير ابسنت سيبتم بلوستم، والكلام ده قلناه في المحاضرات بتاعت سي ان اس، ممكن يبقى ايزوليتد ما عندوش غير ابسنت سيبتم بلوستم، او ممكن يبقى اسوشيت مع العيانين اللي هم عندهم شايزن كيفالي اللي هم عندهم كليفت، العيان ده ما عندوش كليفت بس، او ممكن يبقى معاه مع العيانين بتوع السبت اوبتيك ديسبليزي. والعيانين بتوع السبت اوبتيك ديسبليزي لازم تبص على الايه الكرينيا نيرف الاوبتيك نيرف. العيانين بتوع السبت اوبتيك ديسبليزي دي مميز فيها ان هي بيبقى عندهم اجينيسيس للسبتم بلوستم، بيبقى معاهم هايبوبليزيا للايه الاوبتيك نيرف. لو بصينا هنا يا جماعه هنلاقي ان الايه الاوبتيك نيرف هنا الانتراكرينيا بورشن دولت ده صغير، الحقيقه ده مش المنظر بتاع الاوبتيك نيرف العادي، ده في مايلد هايبوبليزيا للاوبتيك نيرف.
فممكن العيان ده، بصوا هنا الانتراكرينيا بورشن ده قليل قوي على الاوبتيك نيرف الحقيقه، فممكن يكون في كمان معاه مايلد هايبوبليزيا للاوبتيك نيرف، وتمشي الحاله كانها سيبت اوبتيك ديسبليزيا. بس للاسف انا العيان ده محتاج كلينيكال عشان يبقى ياكد الهايبوبليزيا بتاعه الاوبتيك نيرف، لو العيان عنده سام سورت اوف فيجوال ديفيشنسي فده اللي ياكد ان العيان ده عنده سيبت اوبتيك ديسبليزيا. بس انا ما عنديش الهيستوري الكامل للحاله دي، لان هي حاله قديمه شويه، فمش مش عارف او ما عنديش الداتا بتاعت ان اذا كان العيان ده عنده فيجوال ديفيشنسي او افكشن. بس بالنسبه لي انا هقول ان في ابسنت لسيبتم بيلوستم وذ مايلد هايبوبليزيا، هي ريز بوسيبيليتي ان العيان ده عنده سيبت اوبتيك ديسبليزيا فور كلينيكال، طبعا كلينيكال ايه كلينيكال كورليشن. العيانين بتوع سيبت اوبتيك ديسبليزيا بيبقى معاهم، ممكن يبقى معاهم بيتيوتري اب نورمانيتي، ولكن العيان ده الحقيقه البيتيوتري بتاعته كويسه، بس ستيل ده مش شرط يا جماعه. الشرط بتاع سبتو عشان اقول سبتو اوبتيك ديسبليزيا حاجتين، هو ابسنس لسبتم بلوستم والايه الهايبوبليزيا بتاعت الايه بتاعت الاوبتيك ايه الاوبتيك نيرف. كمان كانوا بيقولوا برضو من ضمن الساينس ان ممكن تلاقي في بيكنج كده موجود في الانفير وول، وهنا موجود شويه البيكنج اللي موجود في الانفير وول بتاع الايه بتاع الفرونتال هورن بتاع اللاترال بتاع اللاتر فنتركل، وده موجود هنا. بس طبعا دي ساينز اسوشيتد مش ترو، الاساس هو زي ما قلت لكم هو ايه يا جماعه، هو الهايبوبليزيا بتاعت الاوبتيك نيرف مع الابسنس لسيبتم بيلوزنا. دي كانت حاله زي ما قلت لكم فيها اكتر من بوينتس، او البوينتس اللي هي المالتيبل شوانومز في نيوروفايبوتوس تايب 2، الهيدروكيفاليك تشينجز اللي ماشيه اللي وداوت سايت اوف اوبستراكشن يبقى غالبا كوميونيكيتنج هيدروكيفالس، واخر حاجه هو ابسنت لسيبتم بيلوستم مع سلايت هايبوبليزيا للاوبتيك نيرف، المي ريز ذا بوسيبيليتي ان ده حاله سيبت اوبتيك ديسبليزيا فور ايه فور كلينيكال ايه كلينيكال كورليشن. طيب دي حالة من ضمن الحالات الظريفة جدا والمهمة جدا واللي افضل اعيد وازيد فيها يا جماعة عشان خطورة الموضوع. دي حالة سي تي انجيوجرافي، ده عيان جاي بيشتكي من اكيوت تشيست بين، عامل سي تي انجيوجرافي للاورطة خوفا من الدايسكشن زي ما اتفقنا، وده بيعمل ده عامل سي تي انجيو اورطة. ملاحظين ايه يا جماعة؟ ملاحظين ان في دايلاتيشن او فيوزيفورم دايلاتيشن للاسندنج اورطه، خلاص ففي فيوزيفورم انيوريزم موجود ان ذا اسندنج اورطه، بقيه الاورطه از ان ريماركبل يعني. طيب لما بنبص كده بنبدا نبص على الايه الايمجز العاديه بتاعتنا اللي هو الاكزيال ايمجز العاديه بتاعتنا. لو بصينا هنا ده الفحص العادي اللي هو الاكزيال ايمجز، هنلاقي الاتي يا جماعه، هنلاقي واضح ان في دايلاتيشن موجود في الاسندنج اورطة زي ما اتفقنا. الاورطة هنا كان حوالي ايز 5 و7 سم تقريبا، خلاص ففي انيوريزمال دايلاتيشن للاسندنج اورطة خلاص. بس الحقيقه في حاجه مهمه جدا موجوده في اسوشيتد مع الدايلاتيشن ده، لو ركزنا كده هنلاقي ان في some sort of concentric mural thickening موجود في الاسندنج اورطة. لما اتفقنا لما بلاقي الكونسنتريك mural thickening اللي موجود في الاسندنج اورطة ده يا جماعه لازم نبص على الايه الوداوت عشان نعمل ايه يا جماعه؟ عشان نكسكلود الحاجه المهمه اللي دايما بقول لكم ان هي في غايه الاهميه، وهي وجود الانتراميورال ايه الانتراميورال هيماتوم. لو بصينا خلينا نحط الاثنين قصاد بعض على الوداوت، ودي اهميه يا جماعه الوداوت في الفحوصات دي، لازم عيان سي تي انجيو اورطه لازم تعمل سي تي وداوت، لازم لازم اي عيان هيعمل سي تي انجيو اورطه لازم تعمل تصر على ان هو يعمل وداوت ايه وداوت كونتراست ستادي في الاول. خلاص لو بصينا هنا هنلاقي ايه يا جماعه؟ هنلاقي الميورا ثيكنينج اللي موجود ايه از ريلاتيفلي هايبر دنس ات نون كونتراست ستادي، وده اللي ياكد ان ذيس ميورا ثيكنينج اللي موجود هنا ده يا جماعه از ايه از الميورا ثيكنينج ده عباره عن انترا ميورال ايه انترا ميورال هيماتوم. طبعا العيانين بتوع الانترا ميورال هيماتوم اتفقنا ان في سيرتن بروجنوستيك فاكتورز، السيرتن بروجنوستيك فاكتورز دي اللي لو موجوده بيخلي البروجنوز بتاع الميورال هيماتوما مور باد، وهو ايه يا جماعه؟ اول حاجه وهو الثيكنس بتاع الايه الثيكنس بتاع الميورال هيماتوم، كل ما زاد الثيكنس بتاع الميورال هيماتوما كل ما البروجنوز بقى اوحش خلاص. طيب فالثيكنس ده زي ما احنا شايفين كده، لو قسنا الثيكنس ده
هنلاقي ان الثيكنس ده يعني اقصد من الحاجات المهمه في الميورال هيماتوما هتعملها انك لازم تقيس الثيكنس بتاع الايه بتاع الميورال هيماتوما. ده اول حاجه. تاني حاجه وهو السايت بتاع الميورال هيماتوما، الميورال هيماتوما دي موجوده في الاسندنج اورطه ولا مش موجوده في الاسندنج اورطه؟ لو موجوده في الاسندنج اورطه ده البروجنوز بتاعها بيبقى اوحش عن الايه موجوده في الايه في الاورتيك ارش او الديستال ايه او الديسندنج ايه او الديسندنج اورطه. وبتتقسم بكلاسيفيكيشن زي ما اتفقنا بتاعت الستانفورد ايه كلاسيفيكيشن، دي موجوده انفولفنج اسندنج اورطه فدي ستانفورد تايب ايه انتراميورال ايه انتراميورال هيماتوم. تالت نقطه موجوده ولا مش موجوده هو اذا كان معاها دايلاتيشن او انيوريزما دايلاتيشن للانفولفد ارتري، فهنا برضو الميورال هيماتوم معاها انيوريزما دايلاتيشن اوف ذا ايه اوف ذا اسندنج اورطه. رابع نقطه ونقطه مهمه جدا وهو وجود المنظر ده يا جماعه، خلينا نركز شويه في المنظر ده. شايفين المنظر ده؟ المنظر ده اللي هو بيسموه فوكال كونتراست انهانسمنت، ان في كونتراست دخل جوه الوول زي ما احنا شايفين. احنا قلنا لما بلاقي في انتراميورال هيماتوم ممكن يبقى معاه حاجه من اتنين، لا اما تكون حاجه اسمها انتراميورال بلاد بول، لا اما تكون حاجه اسمها السر لايك بروجكشن. لو بصينا هنا هنلاقي ان لو ركزنا شويه هنلاقي ان في اكستنشن للكونتراست وذين ذا وول زي ما احنا شايفين، والاكستنشن ده طبعا ليه وايد نيك زي ما احنا شايفين، ده اللي ياكد ان ذيس از نوت انتراميرا بلاد بول، انما دي عباره عن السر لايك بروجكشن. وكل ما كان في السر لايك بروجكشن موجوده كل ما البروجنوز بيبقى مور وورس، وبالتالي يا جماعه لازم لازم نركز شويه في الالسر لايك بروجكشن دي يا جماعه الله يكرمكم، لان دي في غايه الايه غايه الاهميه. الالسر لايك بروجكشن بيبقى فيه كونتراست تخش جوه الوول، وبيبقى فيه وايد كوميونيكيشن ما بين الكونتراست والايه واليومن. الحقيقه الالسر لايك بروجكشن باينه في 3 دي، لو خدتوا بالكم هنا هنلاقي ان بصوا هنا شايفين يا جماعه ده المنظر بتاع البروجكشن اللي طالع من الايه من الايه الكونتراست اللي خارجه بره الوول هنا، وعامل المنظر المميز جدا ده في 3 دي. شايفين المنظر ده؟ ده از فيري is very characteristic للالسر لايك ايه الالسر لايك بروجكشن اللي موجوده في الانتير وول بتاع الايه بتاع الاسندنج ايه بتاع الاسندنج وول. اخر حاجه وهو اذا كان مع من ضمن بروجنوستيك فاكتور، اذا كان مع الميورال هيماتوما دي اذا كان معاه بريكارديال افيوجن او بلورال افيوجن، ولو زي ما احنا بصينا هنا هنلاقي ان العيان ده عنده بريكارديال افيوجن زي ما احنا شايفين، ولو بصيتوا هنا هتلاقوا ان في التي 1 ان بريكارديال افيوجن ده از ريلاتيفلي هايبر دنس او هاي اتينويشن، وده اللي ياكد ان ذيس از هيموراجيك بريكارديال ايه هيموراجيك بريكارديال افيوجن. كل البروجنوستيك فاكتورز دولت بتؤكد ان ذيس انتراميورال هيماتوما از هاف ا باد بروجنوزس، ولازم نذكرهم في التقرير زي ما اتفقنا. الثيكنس السايت اذا كان معاها السر لايك بروجكشن ولا لا، اذا كانت معاها انيوريزما دايلاتيشن الارتري ولا لا، اذا كانت معاها ايه اذا كانت معاها بريكارديال او بلورال ايه او بلورال ايه بلورال افيوجن. يبقى دي حالة لستانفورد تايب ايه انتراميورال هيماتوما معاها السر لايك ايه معاها السر لايك بروجكشن. حالة يا جماعة من ضمن الحالات المهمة جدا، وانا جبت حالة قبل كده سيميلر للحالة دي، بس انا بعيد على الحالات دي لان الحالات دي في غاية الايه في غاية الاهمية. طيب رابع حالة عندنا هنا يا جماعة، ده عيان عنده 35 سنة جاي بيعمل سي تي ابدومين وبلفس، ايه اللي باين في الفحص ده يا جماعه؟ اللي باين في الفحص ده هو وجود الليجن ده. لو ركزنا شويه هنلاقي ان في هنا ليجن، الليجن ده موجود ات ذا رايت لامبر ريجن زي ما احنا شايفين، موجود في الميزنتريك ريجن ميزنتريك فيشال بلينز يعني بتاعت الرايت لامبر ريجن. ومميز خالص يا جماعه ان هو از سبيكيوليتد ابييرنس وسراوندد باي المنظر المميز جدا اللي بيسموه الديزموبلاستيك رياكشن اكستنسيف ديزموبلاستيك رياكشن. لو وريته لكم هنا في الكرونال ايمج زي ما احنا شايفين اهو باين جدا يا جماعه الليجنز اهو، شايفين الليجن اهو الليجنز ده والراديشن اللي طالعه منه، ده المنظر بتاع ايه يا جماعه اللي هو بيسموه ديزموبلاستيك رياكشن. الحقيقه المنظر ده كلاسيكي جدا جدا از فيري تيبيكال للميزنتريك ايه للميزنتريك كارسينويد، انك لما بتلاقي في ميزنتريك سبيكيوليتد ميزنتريك ليجن وذ ا سراوندينج ديزموبلاستيك رياكشن
ان لازم تحط البوسيبيتي ان هو يكون ايه، ان هو يكون ميزنتريك ايه، ميزنتريك كارسينوي. وخصوصا يا جماعه لو بصينا هنا، لو لقينا في فوساي اوف كالسيفيكيشن، بصوا هنا هتلاقي ان في حاجات فوساي صغيره اوف كالسيفيكيشن، وده از فيري تيبيكال للعيانين بتوع الميزنتريك ايه، ميزنتريك كارسينويد. فالحقيقه ان ده غالبا عنده ميزنتريك كارسينويد. الحقيقه الديفرنشال دايجنوزز السخيف اللي دايما يلخبطنا مع الميزنتريك كارسينويد وهو الكرونيك ميزنتريك بانيكيولايتس. الكرونيك ميزنتريك بانيكولايتس بيبقى سيميلر للشكل ده، ولكن التفرقه ما بينهم يا جماعه هي السايت بتاع الميزنتريك ليجن. العينين بتوع الميزنتريك بانيكولايتس في الكرونيك ستيج بتاعته بيبقى شبه الليجن ده، ولكن غالبا بي انفولفينج ذا جيجنال باول لوبس، بيبقى دايما موجود في الليفت ايه، في الليفت ابر كوادرانت ريجن. اما لما بي انفولف الايديال باول لوبس يا جماعه، فده اقرب ان هو يكون ايه، اقرب ان هو يكون ايه، اقرب ان هو يكون ميزنتريك كارسينوي. فزي ما احنا في الحلقه دي، فدي اقرب ان هي موجوده في الرايت لامبر ريجن في ناحيه اليمين، انفولفينج ذا ايليال باول لوبس، فده اقرب ان هو يكون ايه، اقرب ان هو يكون ميزنتريك كارسينوي. تاني تفرقه وهو اذا كان مع الليجن ده ميورال ثيكنينج. الحقيقه بالمنظر اللي هو الانهانسنج ميورال ثيكنينج اللي بيبقى مع العينين بتاع الميزنتريك كارسينوي، زي ما اتكلمنا في المحاضره بتاعه الكارسينوي بتاعه الباول. الحقيقه هو الليجنز ده معاه ميورا ثيكنينج موجود. لو احنا بصينا هنلاقي ان الباول لوبس دولت فيهم ريلاتيفلي ميورا ثيكنينج. لو انا بصيت هنا هنلاقي ان الباول لوبس دولت اللي هم تيذرد توورد ذا ليجنز ار شوينج مايلد ميورا ايه، مايلد ميورا ثيكنينج. ولكن الفحص ده فحص مش اوبتيمم عشان اقدر اقول او اقدر احكم ان الميورا ثيكنينج ده بتاع الميزنتريك كارسينويد. ليه؟ لان اتفقنا ان الميورا ثيكنينج بتاع الميزنتريك كارسينويد بيبقى انهانسنج افيدلي انهانسنج، يعني بياخد ارتيريال انهانسمنت. ده اول حاجه. تاني حاجه ده فحص ده بورتال فيز. تاني حاجه يا جماعه ان العيان ده لو كنتوا شايفين او شفت شايفين ان هو واخد اورال كونتراست، وانتوا لو كنتوا فاكرين العيانين بتوع الميزنتريك كارسينويد احسن ان احنا نعمل لهم انتروجرافي عشان نقدر نبين قوي الايه الفرق ما بين الانهانسمنت بتاع الول والايه وداع الايه وبتاع اليومن. انما هنا اليومن از ديسندد باي فلويد، فالديسكريبنسي بتاعت الايه الفرق ما بين الانهانسمنت بتاع الول والكونتراست ما بيبقاش واضح قوي. عموما انا بالنسبه لي يكفيني وجود الليجنز بالشكل ده في المكان اللي هو انفولفنج ذا ايريال باول لوبس ان انا اقول ان ذيس از ميزنتريك كارسينويد، مش ايه، مش كرونيك سكليروزنج بانيكيورايتس. وبالتالي دي حاله تيبيكال ليه يا جماعه، للميزنتريك كارسينويد بالسبيكيوليتد اوت لاين بالديزمو. شايفين الديزمو بلاستيك رياكشن ده از فيري كاركترستيك يا جماعه. خلي بالكم المنظر ده منظر كلاسيكي صراحه، اللي هو البانز اللي طالعه من الليجنز دولت، ده بيسموه اكستنسيف ديزمو بلاستيك رياكشن، ان هي تكون شاده الادجيسنت الباول لوبس اللي حواليها اللي عليها حواليها كده، تعمل زي تيذرنج للباول لوبس اللي حواليها. طبعا ان احنا لو لقينا معاه ميورا ثيكننج لازم نقول ان في كمان اسوسييتد ويز مايلد ميورا ايه، ميورا ثيكننج، لان زي ما اتفقنا ان الميورا ثيكننج ده هو البرايمري والميزنتيك ليجن ده هو الايه، هو السكندري. وطبعا ان احنا نبص كويس جدا على بقيه الليفر، و اذا كان معاه ميتاستاسيس في الليفر. الحقيقه ما فيش حاجه هنا، هو بس هو ده الليجنز اللي موجود خلاص. فدي حاله ميزنتريك ايه، حاله ميزنتريك ايه، رايت لامبر ريجن ميزنتريك كارسينويد بالسبيكيوليتد بالديزموبلاستيك رياكشن بالفوساي اوف كالسيفيكيشن، فيري كاركترستيك الحقيقه. طيب الحاله اللي بعد كده يا جماعه، دي حاله من ضمن الحالات المهمه جدا يا جماعه ولازم نركز فيها. لو بصينا هنا ده عيان جاي يعمل سي تي ابدومن وبلفس، يا ريت نركز شويه. باين يا جماعه عاملين الفحص، لو انا عملت كده باين من الفحص ان العيان ده عنده دايلاتيشن، مارك دايلاتيشن للباول، بيحتوي على فلويد ليفل زي ما احنا شايفين هنا وهنا.
فده اللي يأكد ان العيان ده عنده سيمتومز او ساينز بتاعت ايه يا جماعه، بتاعت انتستاينال ايه، انتستاينال اوبستراكشن. يبقى ده في عنده لارج دايلاتيشن للباول، وفيهم مالتيبل فلويد ليفل، ده اللي يأكد ان ذيس از باول ايه، باول اوبستراكشن. وزي ما اتفقنا من القاعده اللي بتقول يا جماعه ان انا في العيانين اللي عندهم باول اوبستراكشن، زي ما اتفقنا ان انا ايه يا جماعه، ان انا امشي عايز احدد ترانزيشنال زون او ترانزيشنال بوينت. عشان احدد ترانزيشنال بوينت زي ما قلت لكم، الاسهل جدا ليا وليكم هو ان احنا نبدا من تحت لفوق، يعني من الريكت او من ديستال لبروكس، يعني من الريكتم للايه اللي يمشي بروكسيمال للايه للايه السمول باول. طيب فلو احنا ماشيين هنا من الريكتم، هنلاقي ان الريكتم هنا از كولابسد كويس جدا، ده الريكتم از كولابسد اهو كويس جدا، الريكتم از كولابسد كويس جدا، هايل الريكتم از كولابسد. دخلنا على السيجمويد از ستيل كولابسد، ادي السيجمويد اهو، ادي هنا سيجمويد اهو، وبعد كده هوب بدا يحصل فيه ايه، في دايلاتيشن، مارك دايلاتيشن موجود للايه للسيجمويد كولون والبقيه الايه البروكسيمال باول لوب. وبالتالي الترانزيشنال بوينت هنا بتاعتي يا جماعه موجوده عند الايه، عند الايه، عند السيجمويد ايه، عند السيجمويد كولون. طيب الحمد لله ان انا لقيتها بسرعه جدا في العيان ده، فالترانزيشنال بوينت اللي موجوده عندي موجوده في الايه، في السيجمويد، عند الليفل بتاع السيجمويد كولون، عند حوالي عند الحته بتاعت الايه، عند الحته بتاعت الامبليكال ايه، عند الحته بتاعت الامبليكال ريجن. طيب اول ما بلاقي الترانزيشنال بوينت ابدا ابص عليها كويس عشان اكسكلود اذا كان فيها نيوبلاستيك او ليجنز هو اللي عامل الايه الانتستينال اوبستراكشن. هل في حاجه ضغطه، هل في ماس ليجن قافله، هل في اي حاجه من الحاجات دي، عشان ابدا اقول ان الاوبستراكشن ده سكندري ليه للايه لحاجه معينه. طيب الحقيقه المنظر زي ما احنا شايفين ان هو الحته اللي مقفوله ما فيهاش ديفينيت ماس ليجن ولا ميورا ثيكنينج موجود واضح عامل ايه، عامل اوبستراكشن. وبالتالي اللي ملاحظ جدا ايه يا جماعه، ان في ايه، ان في ان الدايلاتيشن مره واحده حصل له ايه، حصل له ابربت كاليبر تشينجز، مره واحده حصل له ابربت كاليبر تشينجز، وتحول الى الايه، وتحول الى السيجمويد، الى عند الحته بتاعت السيجمويد وذاوت ايه ديفينيت اوبستراكتنج ماس ليجن. الحقيقه يا جماعه لما بنلاقي المنظر ده اللي هو الابربت كاليبر تشينجز، اللي هو مره واحده من ماركت دايلتيشن ليه ما فيش اي حاجه خالص، خلاص وما فيش ومش شايفين سايزابل ماس ليجن ولا ميورا ثيكنينج، لازم يا جماعه تحط البوسيبيليتي بتاعت ثلاث حاجات مهمين. الثلاث حاجات المهمين دولت، اول حاجه حاجه اسمها الادهيجنز، ان ممكن يبقى العيان عندي الاوبريشن وفي ادهيجن باند هي اللي قافله على المنطقه دي وعامله ايه يا جماعه، وعامله انتستاينال اوبستراكشن. ولكن الادهيجن ده يا جماعه اللي هو بيسموه ادهيزيف انتستاينال اوبستراكشن، الادهيجن دي يا جماعه لازم لها شرطين. اول شرط هو انك اول حاجه ان العين يكون عامل عمليه، ده اول حاجه. تاني حاجه حتى يا جماعه العمليه دي ممكن تكون من سنين، مش لازم يبقى ريسنت يعني، ده اول حاجه. تاني حاجه يا جماعه وهو اكسكلود اذر كونديشنز، يعني ايه؟ يعني اكسكلود الحاجتين التانيين اللي انا هتكلم عليهم دلوقتي. وبالتالي لو ما لقيتش الحاجتين التانيين وعيان عنده هيستوري اوف اوبريشن، حط الادهيجن ايه او الادهيزيف انتستاين اوبستراكشن كبوسيبيليتي. انت ما بتشوفش الباند بعينك، عمرك ما هتشوف الادهيزيف باند وهي قافله، عمرك ما هتشوف كده، بس انت بتحطها افتر اكسكلوجن للاذر ايه كونديشن، لما تلاقي الابربت كاليبر تشينجز وذاوت ديفينيت ايه اوبستراكتنج ماس ليجن. طيب ايه هما الحاجتين التانيين؟ اول حاجه حاجه اسمها انترنال هيرني، وان شاء الله هنتكلم في محاضره لوحدها عن الانترنال هيرني، بلاش نخش هنا عشان الانترنال هيرنيا موضوع من المواضيع الصعبه جدا، والحقيقه انا يعني يعني المحاضره دي هتاخد مني وقت كتير جدا، لان هي من المحاضرات الصعبه جدا عشان اقدر اوصلها للناس. خلي الانترنال هيرنيا على جنب. تالت حاجه من ضمن الحاجات المهمه جدا وهي الفولفلس. الفولفلس يا جماعه، وده من ضمن الحاجات اللي انا ممكن بسهوله جدا اقدر اعرف العيان ده اذا كان عنده فولفلس ولا لا. ازاي؟ انك تبص على الميزنتري بتاع الـ الحته اللي فيها الانتستينال او الحته اللي فيها ابربت كاليبر تشينج، تبص على المنظر بتاع الويرل بول ابييرنس. لو بصينا هنا يا جماعه هنلاقي المنظر الاتي، هنلاقي ان في الحقيقه
هنا في الاجزيال ايمجز مش واضحه المنظر بتاع الويرل بول. الويرل بول ده يا جماعه لازم نبص عليها في الحاجتين، في الاجزيال وفي الكرونال. خلينا نبص كده على الكرونال. شايفين المنظر ده يا جماعة؟ بصوا هنا كويس على المنظر ده، شايفين المنظر ده؟ المنظر بتاع الدوامة ده، شايفين منظر الدوامة ده؟ It's very characteristic. شايفين المنظر ده؟ ده المنظر الكلاسيكي. بص في الحتة دي، ده المنظر الكلاسيكي للايه، للوير البول ابيرنس بتاعة الفولفلس. فالحالة دي يا جماعة دي حالة سيجمويد فولفلس، ده حالة فولفلس للسيجمويد. ببساطة خالص بتعرفها زي ما قلت لكم، ان في abrupt calibrate changes، ان في الميزنتري لقيت ان في ايه يا جماعة، ان في وير البول ايه، وير واير البول او وير البول ايه ساين، اللي هو المنظر بتاع اللفة بتاعت الايه، بتاع الميزنتريك فيسلز دولت، اللي هي بتاعت، شايفين المنظر ده؟ المنظر ده is very characteristic للعينين بتوع السيجمويد فولفلس. فدي حالة سيجمويد ايه، سيجمويد فولفلس. الحقيقة دي دولت الثلاث حاجات يا جماعه اللي بيعملوا ابرابت كاليبريت تشينجز، الادهيجنز، وده اللي زي ما قلنا في الاخر خالص بعد ما نكسكلود المنظر الانترنال هيرنيا والايه والفولفلس. وقلنا الفولفلس ازاي بقدر اعرفه بالمنظر بتاع الويرل بول ايه ساينز اللي بتبقى موجوده في الميزنتريك ايه فيشل برينز، ولازم تبص عليها كويس في الاكزيال وتبص عليها فين في الكرون. الحقيقه الفولفلس بقى مهم ان احنا مش بس نقول كده وخلاص، مهم ان احنا نبص على حاجتين مهمين في الفولفلس. اول حاجه الفولفلس ده يا جماعه لما بيجي يعمل اوبستراكشن زي ما احنا شايفين بيعمل تويستنج للفيسلز، فسهل جدا ان هو ممكن يقفل الفيسلز خلاص ويعمل انتستاينال اسكيميا. فلازم تبص مع العين بتوع الفولفلس، تبص على الباول كويس اذا كان معاه انتستاينال اسكيميا ولا لا. الحيان ده ما عندوش ساينز اوف انتستاينال اسكيميا، يعني زي ما قلنا ممكن يبقى فيه ميورال ثيكنينج، ممكن يبقى حتى في اليمنت اوف نيوماتوز انتستايناليس. فالفيسلز هنا مور ليس انهانسنج، فبالتالي يا جماعه مفيش ساينز اوف انتستاين اسكيميا، ودي لازم تاكسكلود او تثبتها مع العينين بتوع الفولفلس. ده اول حاجه. تاني حاجه يا جماعه ان الفولفلس ممكن يعمل حاجه اسمها كلوزد لوب اوبستراكشن. يعني ايه كلوزد لوب؟ يعني ان هو يقفل الباول في ناحيتين. والحقيقه العيان ده هو عامل المنظر ده، هو عامل قافل السيجمويد كورن في ناحيتين. لو بصيتوا هنا يا جماعه شايفين كل ده؟ شايفين المنظر ده كله يا جماعه؟ ده كله عباره عن السيجمويد كولون. هو ال ده طرف من الباول وده طرف تاني من الباول، والاتنين مقفولين في الحته دي، وده الباول الايه الكلوزد. ده اللي بيسموه ايه يا جماعه؟ ده اللي بيسموه كلوزد لوب اوبستراكشن. الكلوزد لوب اوبستراكشن ده يا جماعه بيبقى بعرفه ازاي، وان شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل في الانترنال هنا. الانترنال هنا من ضمن الاسباب الاساسيه في الكلوزد لوب اوبستراكشن انك تلاقي الباول واخد المنظر بتاع اليو شيب او السي شيب، ده هنتكلم عليه بالتفصيل. عايزين تكون بس هنا تعرفكم ان ده السيجمويد كولون يا جماعه. السيجمويد كولون ده هو اللي رايح لليفت ايليا فوسا زي ما احنا شايفين، وهو اللي واخد الانفيرتد ايه، انفيرتد يو شيب. الحقيقه المنظر ده في الاكس راي مميز خالص باسم المنظر بتاع الايه، الكافي بين ابيرنس. لو كنتوا ده مثلا اقرب للاكس راي اهو، ده اللي هو السكانوجرام. لو بصينا المنظر ده يا جماعه ده هو ده السيجمويد كولون اللي رايح ناحيه الايه، رايح ناحيه الايه، رايح ناحيه الليفت هايبوكوندريوم بالايه، بالمنظر بالباول وول الادجيسنت للايتش اذر، وفي النص هنا اللي هو المنظر بتاع الكافي بين ايه، الكافي بين ابيرنس. فده المنظر الكلاسيكي للسيجمويد فولفلس اللي عامل منظر الكلوز لوب اوبستراكشن اللي هنشرحه بالتفصيل مع العيانين بتوع الانترنال هيرنيز خلاص. وعامل ايه، عامل لارج باول ايه، عامل لارج باول اوبستراكشن. الكلوزد لوب يا جماعه بيعمل اوبستراكشن عنده عند يعني الباول الانفولفد از دايليتد واوبستراكتد، وفي نفس الوقت بروكسيمال لي بيبقى فيه دايليتيشن واوبستراكشن. يعني ده لو بصينا على بروكسيمال لي السايت بتاع السيجمويد هنبص هنا نلاقي ان الديسندنج كولون هنا كمان دايليتد، هنبص هنلاقي ان الترانسفيرس كولون هنا از ايه، ترانسفيرس كولون از دايليتد، لان هو بيبقى مقفول في ناحيتين يا جماعه. وبرده زي ما قلت هتكلم عليها بالتفصيل في المحاضره بتاعت الانترنال هيرن. فالعيان ده عنده سيجمويد فولفلس بالمنظر الكلاسيكي بتاع الكلوزد لوب بتاع سيجمويد كولون اللي مرتفع او الريتشنج لليفت هايبوكوندريوم، واللي حتى واصل ل ليفل اعلى من الليفل بتاع ترانسفيرس كولون. دي بيسموها نورث بول ساين، مش مهم يعني. بالمنظر اللي هو الكافي بين ابيرنس اللي موجود هنا مميز خالص
فدي حاله ايه كلاسيك سيجمويد فولفولس with لارج باول ايه with لارج باول اوبستراكشن. طيب اخر ثلاث حالات هم حالات ماسكو سكيلتال، وان شاء الله احاول ان انا انجز فيهم. احنا كده يعتبر خلصنا الصعب، فاضل ثلاث حالات ان شاء الله يكونوا سهلين اسهل شويه. الحاله دي حاله من ضمن الحالات اللي تعتبر سبوتنج يا جماعه، دي حاله عيان عنده زي ما باين جدا ان هو عنده كرونيك لافيكولار اوستيو ارثرايتس، وعامل يا جماعه عامل ثيكننج للايه للسوبر سباينيتس تندون. وفي نفس الوقت واحنا بنبص كده يا جماعه لقينا ان في حاجه موجوده هنا في التندون بتاع السوبر سباينيتس الاريا دي او الفوساي دي يا جماعه، لقينا ان هي بريزيستنتلي دارك قوي. بصوا هنا يا جماعه تيز بريزيستنتلي دارك ان تي 2 وفي الايه وفي الاستير، ولو بصينا حتى في تي 1 هنلاقي ان الليجنز ده كمان از دارك جدا جدا في التي 1 كمان. فده غريب صراحه، المنظر ده غريب للسوبر سباينال سندروباثي. لو بشوف المنظر ده البريزيستنت دارك تي 2 او بريزيستنت دارك سيجنال في كل البالت سيكونس ده along the course of the supraspinatus، ده اللي بيسموه كالسيفيك تندنايتس. ده غالبا كالسيفيكيشن يا جماعه، ودي حاجه مشهوره جدا بالايه الكالسيفيك تندنايتس. وبالمنظر الدارك ده خلي بالكم، في هو طبعا كالسيفيك تندنايتس صعب جدا في الام ار اي الحقيقه، الاسهل بكتير في الاكس راي او السي تي، انما في الام ار اي خلي بالكم بتشكوا فيه لما بتلاقوا فيه حاجه بيرزيستنتلي دارك سيجنال في كل الاول بول سيكونسز ده along the course of the supraspinatus tendon، يبقى ده اللي يأكد ان this is calcific ايه calcific supraspinatus tendonitis. طيب دي حالة اللي شولدر برضو، ان شاء الله من المحاضرات الجاية هنبدأ، احنا خلصنا البو فهجيب لكم حالات البو ان شاء الله برضو مع حالات الشولدر، لو لقيت حالات من ضمن الحالات الظريفة يعني. فببدأ ازود حالات الماسكولوسكيلتال عشان خاطر احنا انا بدخل بشرح الحالات في الفيلم ريدنج اللي انا شرحتها في الايه في المحاضرات العاديه. طيب دي حاله من ضمن الحالات العيان عنده هيستوري اوف شولدر ديسلوكيشن، وده الاجزل بتاعنا وده الاستير بتاعنا او السبير. خلاص باين ايه يا جماعه؟ باين جدا او واضح جدا هو وجود الافالجن بتاع الانتيريو انفيريور جلينويد ليبرام، والاندرلاينج ايه يا جماعه؟ الاندرلاينج اوسيس او بوني ايه؟ بوني ليبرام. ده مش محتاج ان انا اقول لكم، يعني هو واضح خالص ان شايفين ان الليبرام هنا بلانتد خالص، وان في سايزبل الحقيقه فراجمنت موجوده، بون فراجمنت موجوده في الايه الانتيريو انفيرو ليبرام، وده الانتيريو انفيرو جرينويد، وده الليبرام اللي ايه اللي فوق ايه. ومحتاج في الحاجات اللي بيبقى فيها يا جماعه سايزبل بون فراجمنت كده ان انا اقيس العرض الفراجمنت دي. العرض الفراجمنت دي كل ما العرض بتاعها كبر كل ما كان في ممكن عشان اقول اذا كان في سيجنيفيكانت جلنويد لوس ولا لا، يعني جلنويد ده في بون لوس سيجنيفيكانت ولا لا. الحقيقه زي ما اتفقنا على العرض اللي هو عباره عن 7 مللي، والحقيقه البون فراجمنت دي كانت اكبر من 7 مللي، وده اللي ياكد ان ذيس از ا اوسيس بانكرت ومعاه سيجنيفيكانت جرينويد بون لوس. خلاص البون فراجمنت دي كبيره جدا وتعمل سيجنيفيكانت جرينويد بون لوس زي ما اتفقنا على الايه على الـ بالمنظر اللي هو بالويث بتاعها ان هو عدى 7 مللي. ولو بصينا هنا يا جماعه ممكن نلاقي كمان المنظر ان الجرينويد، شايفين الجرينويد فقد المنظر بتاع البير ايه البير او انفيرتد بير ابييرنس، فبالتالي ده اللي ياكد ان فعلا بصوا هنا شايفين الحته دي كلها، دي كلها حته البون فراجمنت اللي فقدت، فالجرينويد هنا بقى الحته اللي تحت تقريبا قد الحته اللي فوق، ففقد البير ابيرنس او الانفيرتد بير ابيرنس، وده اللي اكد ان ده سيجنيفيكانت جينويد بون لوس، وده قلناه في المحاضرات بتاعت الايه بتاعت الشولد. فده عيان عنده اوسيس بانكرت واضح ومعاه سيجنيفيكانت جينويد بون لوس، ولو بصينا هنا هنلاقي ان العيان ده عنده
ريفرس عنده هيل ساك مارو كونتيوجن خلاص امباكشن انجري، ما فيش الحقيقه سيجنيفيكانت فراكشر يعني، بس جاست ايه امباكشن ايه امباكشن كونتيوجن موجود في البوستر لاترال ايه في البوستر لاترال اسبكت بتاع ايه بتاع الهيومرال ايه بتاع الهيومرال هيد. طيب قلنا يعني من ضمن الحاجات المهمه اللي احنا بنبص عليها في العيانين بتوع الشولدر ديسلوكيشن اللي معاهم بانكر، زي ما بنبص على يا جماعه زي ما بنبص على الهيل ساك خلاص، لازم نبص على حاجه مهمه جدا وهو الانفير جرينو هيومن ليجمنت. خلي بالكم الانفير جرينو هيومن ليجمنت من ضمن الحاجات المهمه جدا واللي بتبقى ممكن تبقى اسوشيتد معاها ديسربشن او افالجن للانفيرو جرينو هيومن ليجمنت. لو بصينا هنا يا جماعه بصوا هتلاقوا ان ده الانفيرو جرينو هيومن ليجمنت ان هو ديتاتشد من الايه من ال ديتاتشد من الهيومرال اتاتشمنت زي ما احنا شايفين ديتاتشد اهو، واللي ياكد ان ده افالدد من او ديسربتد من الهيومرال اتاتشمنت ان احنا لو بصينا لقينا ان الفلويد سيجنال از freely spilled into the axillary region زي ما احنا شايفين هنا، فده اللي يأكد ان ده مقطوع فعلا، و ويأكد وده اللي بيسموه ايه يا جماعه اللي بيسموه humeral avulsion of the inferior greeno humeral ligament اللي هو بيسموه الايه الهاجل. وده من ضمن الحاجات المهمه جدا يا جماعه ان احنا بصوا يا جماعه ده الايه inferior greeno humeral ligament is detached وده fluid is freely extend beyond the boundaries بتاعت الليجمنت، وده اللي يأكد ان this is a disruption للانفيريور جرينو هيومن ليجمنت اللي هو بيسموه الهجل خلاص. وده من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي لازم يا جماعة نبص عليها في العيانين بتوع الايه بتوع الايه بتوع شولدر ديسلوكيشن والبانكر طبعا. يبقى العيان ده يا جماعة عنده اوسيس بانكرت with significant glenoid bone loss، عنده مارو كونتيوجن بتاع البوست لاترال هيومر اللي هي هيل ساك، وعنده كمان ايه هاجل او انجري للانفير جرين هيومر ليجمنت، والافيوجن ده الحقيقه يا جماعه شويه هاي في التي 1 فده ات از نوت افيوجن عادي، ده غالبا هيموراجيك، فده هيموراجيك ايه هيموراجيك ايه هيموراجيك افيوجن خلاص. طيب اخر حاله بقى يا جماعه وبرده دي حاله من حالات الشولدر اللي فيها ايه يا جماعه اللي فيها شولدر ديسلوكيشن. طيب الحاله دي في عنده هيستوري اوف شولدر ديسلوكيشن موجود زي ما احنا شايفين في الامباكشن انجري بتاعت الايه الهيل ساك زي ما احنا شايفين. لو بصينا هنا هنلاقي ان في ابنورمال سيجنال سيبريتنج الليبرم انتيرو انفيرو ليبرم فروم ذا اندرلاينج ايه فروم ذا اندرلاينج بوني جرينويد is markedly separated. طبعا هو الليبرم هنا الحقيقه بيبان ان هو لسه فيه اتاتشمنت، بس هنا واضح ان الاتاتشمنت از disrupted وبالتالي ده it is not a Perthes lesion ده it is a Bankert lesion، لان بصوا يا جماعه البريوستيوم اللي هنا ده خلاص بقى ما بقاش هو فيه لسه بريوستيوم بس هنا is disrupted خلاص، وده الفلويد سيجنال اللي ماشي و فالليبرم ده از نوت كونكتد تو ذا اندرلاينج بوني جرانايت باي شكل من الاشكال، وبالتالي ده افالدد كومبليتلي افالدد للانتيرو انفيرو ليبرم يا جماعه، فده اللي ياكد ان ذيس از اي ذيس از ا حاله بانكرت ايه بانكرت ليجن. يبقى ده بانكرت ليجن مفيش اوسيس بانكرت، ده جاست الليبرم هو الافالدد او ديسبليسد، ومعاه ايه يا جماعه معاه هيل ساك انجري. طيب الحاله دي انا جايبها عشان اوريكم البانكرت، ولانه في الحاله دي فعلا واضح قوي بالفلويد سيجنال الترافيرسنج البيس بتاع الليبرم خلاص والديستربشن بتاع البريوستيوم. في حاجه كمان مهمه جدا وفي الفحص ده، انك لو بصيت على الابنورمال سيجنال دي يا جماعه هتلاقي ان الابنورمال سيجنال دي اكستندد معايا واصله معايا لفوق، شايفين السيجنال دي ماشيه معايا لغايه لما وصلت للسوبير ليبرم. شايفين لو بصينا هنا هنلاقي ان الابنورمال سيجنال از اكستندنج من تعول تحت من اول الانتيريو انفيرو ليبرم، هنفضل ماشيين 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 لغايه ايه لغايه فوق. اللي يأكد ده لو بصينا عليه في الكرونال ايمجز، بصوا يا جماعه ده السوبيريور ليبرم، ثانيه واحده الاجزاء متاسف فين الكرونال كرونال ستير اهو
لو بصينا هنا يا جماعه، ده السوبيريور ليبرم، شايفين ده السوبيريور ليبرم، شايفين ان في ابنورمال سيجنال موجوده في السوبيريور ليبرم. الابنورمال سيجنال اللي موجوده في السوبيريور ليبرم دي ممتده من ايه؟ من تحت. طبعا ده مش ريسس، ده مش سوبيريور ريسس اهو، ده مش سوبيريور ريسس. ليه مش سوبيريور ريسس؟ لان السيجنال ممتده مش الونج، اول حاجه داخله جوه الليبرم، الريسس عمره ما يخش جوه الليبرم، ده اول حاجه. تاني حاجه ان الاتجاه بتاعها اواي من الايه، من الجينويد. الريسس دايما بيبقى فولو الجينويد، انما ده اواي من الجينويد، فده ابنورمال سيجنال موجوده في السوبيريور ليبرم. وزي ما احنا شايفين ان السيجنال دي جايه منين، السيجنال اللي هي موجوده في السوبيريور ليبرم دي هي كونتينوس من الايه، من البانكارت الايه، من البانكارت ليجن. طب هو في كده الحقيقه دي انواع من البانكارت ليجن ان هو ممكن يبقى معاه سوبيريور ايه، سوبيريور ليبرم انجري. خلاص الانواع دي اقل شويه، والحقيقه انا ما اتكلمتش عليها في المحاضرات بتاعه الشولدر يعني، لان هي مش كومن زي البانكارت، ولما بتيجي سيرتها في الحالات بعرضها عشان خاطر الايه، عشان خاطر يبقى الناس كلها يبقى في حاجه زي ايه، كيس باينه قدامنا عشان تثبت المعلومه، عشان لو كنت زودت المعلومات دي اكتر من كده كانت المحاضره هتبقى ديفيكالت وممكن الناس تتوه. فدي حاله اسمها اكستندد بانكارت ليجن. اكستندد ليه؟ لان هو انفولفنج سوبيريور ايه، انفولفنج سوبيريور ليبرم. في بعض الاحيان ده مش بس كده، ممكن ياخد كمان البوستيريور ليبرم، يعني في انواع من البانكارت تلاقيها واخده كل الليبرم. فده دي انواع تشمل تحت موضوع حاجه اسمها اكستندد ليبرم بانكارت ليجن، اكستندد بانكارت ليجن، وهو ان البانكارت يمتد انفولف اذر ايه، اذر ليبرم، السوبيريور ليبرم، او حتى الايه، او حتى البوستيريور ايه، البوستيريور ليبرم. يبقى دي الحاله دي يا جماعه، الحاله الظريف فيها ان this is a bank او extended bankart lesion to the involving the superior a to the superior labrum. وكمان يا جماعه معاه ايه، معاه الهيل ساك، ايه الهيل ساك، كاركترستيك هيل ساك انجري، والافيوجن برضو relatively high شويه attenuation in T1، وده اللي ياكد الايه، ان this is a hemorrhagic effusion. بس دي كانت حالات النهارده، اتمنى يا رب ان انا اكون قدرت اوصل الحالات، هي حالات صعبه جدا، واتمنى اكون قدرت اوصل المعلومات او الحاجات المهمه اللي لو جت حال زي كده نقدر ندور عليها او نقدر نشوفها. شكرا جزيلا، وان شاء الله اشوفكم في محاضرات قريبه ان شاء الله باذن الله. شكرا.